ما بعرف، احنا ما حضرنا شيء يعني لحد هلا، بس انا مبسوطه يعني. بس شفت الاعلانات انا وملحم زين، واي حدا يعني مباشره ذاكرت الشخص العربي بيرجع انه ملحم زين ورويد عطيه اسمين ارتبطوا ببعض من خلال برنامج. فان شاء الله كمان اليوم الناس ترجع تتذكرنا وتشوف انه هدول الاسمين بيستحقوا، ونحن كنا قد الحمل واشتغلنا واجتهدنا على حالنا كل هالسنين. هلا انا كان عندي اكثر من البوم نزل على السوق، كان عندي ألبوم من نظرة، خصامك مر، اسمعني، وكان عندي أكثر من سينجل نزل على السوق، وأكثر من ديو قدمته. يعني من أهم الديوهات اللي قدمته كان مع الراحل الكبير أستاذ وديع الصافي، فبعتبر يمكن أنا إذا أنت شايف خطواتي كانت قليلة، بس بقول الحمد لله كان عندي محطات مهمة جدا، وقفت على مهرجانات كمان كان إلى قيمتها. فبقول اليوم سوق الألبوم صار شوي لورا. يعني اليوم إذا أنا بدي أعمل ألبوم هأعمله كإيماج لإلي، إضافة أرشيف لإلي فنيا. بس بقول هلأ رجعت من أول وجديد، هنبلش من موازين ننطلق، وإن شاء الله ما بيكون عندي تقصير اتجاه الأعمال اللي أقدمها للناس. ديانا كرزوم، ما فهمت سؤالك، انه عم تسالني عن ديانا اني فقدتها او استخدمتها في الساحه فنيا. هلا انا ما فيني احكي عن اي شخص موجود بالساحه، لانه ما بعرف شو هو ظروفه. بالعكس بتمنى له التوفيق، بتمنى يكون عنده حضور اكثر، لانه ديانا بوقت سوبر ستار حصدت محبه كثير كبيره من الجمهور العربي. فان شاء الله رب العالمين ترجع هيك تكون مثل قبل واحسن. انا مش كثير متابعه حتى ما اعطي راي، وهذا راي شخصي، حتى ما الناس تفكر اني عم بحكي بطريقه مش منيحه. يعني لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.